السجن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنظم مديرية التجارة لولاية بسكرة خرجات ميدانية وفقة رجال الأمن على مستوى المحلات التجارية الموجودة على مستوى الأسواق التجارية، بحيث تمثل هذه الخرجات الميدانية رصد كل المخالفات التي من شأنها تمس بصحة وسلامة المستهلك، خاصة مواد سريعة التلف منها التي تجد إقبال كبير من طرف المستهلكين على مستوى المحلات التجارية، واللي المتعامل الاقتصادي راهو يغفل عن شروط حفظها لأنها عندها شروط خاصة بها تؤدي إلى فسادها وتلفها. وبالتالي من خلال الخرجة الميدانية اللي خرجناها اليوم قمنا برصد العديد من المخالفات في هذا الشأن، كالحليب ومشتقاته، الأجبان ومشتقاتها، أيضا عدنا أيضا اللحوم المجمدة والتي أو المفرومة أيضا والتي ممنوعة أنها تكون معروضة للبيع بطريقة مفرومة، يعني لازم تكون على مرأى من المستهلك، وغيرها من المخالفات التي من شأنها تمس بصحة المستهلك خلال شهر رمضان الكريم.